عبق خاص يحبه الأحسائي وخصوصا المغترب ويجهله غير الأحسائي. الطبينة وهي عملية مساعدة في تسميد المزارع، حيث يجمع المزارع سعف النخيل الزائد واليابس، يجمعها بعد تنظيف النخل ثم يحرقها. بعدما تحترق يقول المزارعين أن هذه فائدة للمزرعة وللنخيل وقوة للمزرعة وقتل للحشرات. الطبين عادة أو إعمار النخل يكون في فصل الشتاء، ويكون إما صباحا أو عصرا. رائحة الطبينة جدا جميل لأنها رائحة طين ممزوج برائحة النخلة. كثير من الأحسائيين يحبون هذه الرائحة وخصوصا المغتربين، أول ما يجون الحسا يشمون ريحة الطبينة. وهذا السلوك البسيط عميق في ذاته، لأن الأحسائي يعشق هذه الأرض ويعشق النخلة. ويقول الشاعر الأحسائي الأصيل الشعبي: يا رايح الحسا جيب لي طبينة، مشتاق أنا ريحة هل الطيبة الخنينة. انتهى تقريري عن الطبينة، كان معكم سناب واحد الأحساء، في أمان الله.